بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا ومرحبا في لقاء مادة الإدارة الاستراتيجية الفرقة الثالثة تخصص تسويق الأسبوع الثامن. لقاء اليوم يا شباب لقاء مهم جدا ولقاء ممتع جدا مع حضراتكم. ليه؟ لأن أنا النهاردة هتكلم في إطار الإدارة الاستراتيجية علشان تنظم فكرك وتبقى عارف الإدارة الاستراتيجية إطارها إيه. أولا لازم حضرتك تبقى عارف الآتي: الاستراتيجية الكلية لمنظمات الأعمال. الله، استراتيجية كلية لمنظمات الأعمال؟ أيوة، هي إيه دي يا دكتور؟ دي الاستراتيجية اللي بتتعمل على مستوى المنظمة ككل، بتشبك لي وتربط لي كل فروع ووحدات وشركات وأقسام المنظمة في كيان استراتيجي واحد، كيان استراتيجي واحد. دي اسمها ايه؟ الاستراتيجية الكلية لمنظمات الأعمال، مجمع لي كل الإدارات والأقسام، عامل بيهم استراتيجية كلية للمنظمة. طب استراتيجية المنظمة وحيدة النشاط، اعتقد من اللقطة اللي فاتت لو قلت لك قل استراتيجية المنظمة وحيدة النشاط تقدر حضرتك تجاوبها بدون ما تكمل. انت عارف ليه؟ ايوه بالضبط كده. طب استراتيجية المنظمة وحيدة النشاط، خلي بالك وحيدة النشاط، عيدها تاني، وحيدة النشاط. بالضبط كده، انت عرفت انا عن حق هقولك ايه. لان الاستراتيجية دي بتعكس للاهتمام بقطاع اعمال معين، بقطاع اعمال معين. وحيدة النشاط يطلق على هذا القطاع خط انتاج معين او مركز ربحية معين او مركز نشاط معين، ويشترط في كل ذلك على ان تكون هذه الوحدة بالإنتاج والترويج والتسويق والتدريب والتخزين والمشتريات لمجموعة محددة من المنتجات المترابطة فيما بينها، وإن هي بتكون موجهة لنوعية معينة من العملاء، وتخلي بالك وبتتعامل مع نوعية محددة من المنافسين ليا في ذات النشاط. دي اسمها ايه؟ استراتيجية المنظمة وحيدة النشاط، نشاط وحيد. اشكرك حبيبي. ثالثا لو قلت لك قول لي الاستراتيجية الوظيفية في منظمات الاعمال، لا انا بقى كده يا دكتور بقيت حريف ادارة استراتيجية. الاستراتيجية الوظيفية في منظمات الاعمال يبقى اذا ايه؟ اسمها ايه؟ الوظيفية. عيدها تاني، الوظيفية. عيدها تاني حبيبي، الوظيفية. ايوه بالضبط كده. الاستراتيجيات الوظيفية تسأل نفسك سؤال: ما هي وظائف المنظمة؟ وظيفة العمليات والإنتاج، وظيفة الترويج والتسويق، وظيفة الموارد البشرية، وظيفة التمويل والإدارة المالية. اللي هي ايه؟ التمويل والإدارة المالية. من اين تأتي الأموال وإلى أين تذهب الأموال؟ وإيه كمان يا دكتور؟ ووظيفة التدريب، تنمية المهارات، ووظيفة المشتريات والمخازن. أيوة، يبقى فيه وظائف أساسية رئيسية في المنظمة لازم حضرتك تبقى عارفهم. يبقى لما نقول الاستراتيجية الوظيفية للعمليات والإنتاج، الاستراتيجية الوظيفية للترويج والتسويق، الاستراتيجيات الوظيفية لإدارة الموارد البشرية، الاستراتيجيات الوظيفية للتمويل والإدارة المالية، يبقى أنا مركز على إيه؟ استراتيجيات وظيفية، وظيفية، وظيفية. أشكرك حبيبي إنك فهمت اللقطة الجميلة دي. طب ممكن أسألك سؤال بقى، ركز بقى معايا. أيوة، عرف أو أذكر مفهوم الاستراتيجي. استراتيجي يعني إيه؟
يعني ايه استراتيجية دكتور؟ انت تقول الاستراتيجيات والقائد الاستراتيجي والفكر الاستراتيجي والسياسات الاستراتيجية والابعاد الاستراتيجية. عايزين بقى هنا نضع تعريف للاستراتيجية. ممكن اجيب لك سؤال في الامتحان، ممكن اجيب لك سؤال واثنين وخمس اسئله في الاستراتيجيه، لان الماده اسمها ايه حضرتك؟ الاداره الاستراتيجيه. يبقى لازم تبقى عارف يعني ايه الاستراتيجيه. يبقى لو واحد زميلك في كليه تجاره القاهره ولا اسكندريه ولا عين شمس ولا المنصوره ولا اسيوط وقال لك يا حبيبي قول لي يعني ايه الاستراتيجيه، تتكلم بثقه وثبات وفهم وانت عارف انك بتتكلم بتقول ايه. طب ايه هي بقى الاستراتيجيه؟ نمط أو خطة لتحقيق التكامل بين الأهداف الرئيسية للمنظمة، الأهداف الرئيسية للمنظمة ومجموعة السياسات وسلسلة التصرفات بحيث تكون كلا متكاملا، بحيث تكون كلا متكاملا. كل ده كل متكامل مع بعضه يتفاعل بتناغم مع بعضه. ليه؟ لتحقيق أهداف محددة وفق خطة موحدة وشاملة للمنظمة ككل ومتكاملة بتغطي لي كل أقسام المنظمة وبتغطي لي كل أقسام المنظمة وبتغطي لي كل وظائف المنظمة. يبقى أنت نمط خطة بتحقق لي التكامل بين الأهداف اللي المنظمة عايزة تحققها لي ومجموعة السياسات اللي هتوصلني ونمشي عليها ومجموعة التصرفات اللي هنمشي عليها توصلني وتعمل لي كل متكامل أنهض بكل الأقسام داخل المنظمة علشان نحققوا الأهداف المحددة. بس احنا مرتبطين بخطة زمنية بتقول لي التزم بيها علشان تحقق الأهداف للمنظمة. هي دي الاستراتيجية. تذكر عزيز الطالب جوهر الإدارة الاستراتيجية ايه؟ روح الإدارة الاستراتيجية ايه؟ حاجات كتيرة قوي، من أهمها ايه حبيبي؟ ان الإدارة الاستراتيجية عملية ديناميكية مرنة مش مكلكعة. جوهرها أداء استراتيجي. مين اللي بيقوم بالأداء الاستراتيجي؟ المدير الاستراتيجي اللي يطبق الفكر الاستراتيجي اللي له مواصفات وصفات معينة تميزه عن غيره من المديرين. يبقى عملية ديناميكية مرنة جوهرها أداء استراتيجي من قبل المنظمة أو نمط من القرارات والتصرفات. فاكرين تعريف ديفيد اللي في الأول؟ مجموعة القرارات والتصرفات اللي لو اتبعناها ومشينا عليها واتخذناها نوصل للأهداف اللي احنا عايزين نحققها وفق رسالة محددة للمنظمة. طب وجوهر الإدارة الاستراتيجية ايه كمان يا دكتور؟ رغبة من قبل المنظمة علشان أعدل وأحسن وأطور موقفي التنافسي مع الشركات العاملة في نفس المجال بتاعي علشان نقدر ننافس وأنا موقفي التنافسي قوي ونقدر نرد على المنافسين. نرد عليهم ايه؟ كلام؟ لا، نرد عليهم بمنتجات ذات جودة عالية، نرد عليهم بخدمات ذات جودة عالية ونكتسب ونقتنص وضع تنافسي رائع بين الشركات العاملة في نفس المجال بتاعي. وايه كمان يا دكتور؟ ان هي الإدارة الاستراتيجية توجه مقصود نحو الاستفادة واستغلال كل الطاقات المتاحة للمنظمة لمواجهة الظروف والتحديات والمتغيرات اللي مفروضة عليا من البيئة الخارجية اللي أنا المفروض أتكيف معاها ونجاري الأحداث وأطوع هذه المتغيرات وأفرض نفسي وأثبت ذاتي اللي هي البيئة التنافسية. ما نقولش لا ده البيئة التنافسية أكبر مني ونتقوقع، لا، أطور في سياساتي، أطور في قراراتي، أطور في سلوكياتي، أطور في تصرفاتي، أطور في استراتيجياتي علشان تصب لمجارات والتكيف مع كل المتغيرات الخارجية التنافسية. بالتالي هو ده جوهر الإدارة الاستراتيجية. أسئلة وتدريبات. حبيبي أنا بحبك، الإدارة الاستراتيجية الكلية لمنظمات الأعمال هي إيه؟ استراتيجية المنظمة خلي بالك وحيدة النشاط،
الاستراتيجية الوظيفية في منظمات الأعمال هي إيه؟ يبقى عندي الاستراتيجية الكلية لمنظمات الأعمال للمنظمة ككل، استراتيجية المنظمة وحيدة النشاط، اوعى تنسى وحيدة النشاط، وحيدة النشاط. والاستراتيجية الوظيفية تركز على وظيفة من وظائف المنظمة، قد تكون وظيفة انتاجية، قد تكون وظيفة تسويقية، قد تكون وظيفة تدريبية، قد تكون وظيفة، قد تكون وظيفة. يبقى من اسمها لازم تركز وتدقق فيها قوي. وايه كمان يا دكتور؟ اكمل تعرف الاستراتيجية هي ايه حبيبي. طب عرفتها بالضبط كده، طب جوهر الادارة الاستراتيجية ايه؟ 1 و2 و3 كفاية عليك او كده. طب ممكن اكلفك حبيبي، هل هناك فرق جوهري يا حبيبي بين الاستراتيجية الكلية لمنظمة الكلية لمنظمات الاعمال، اعتذاري الكلية لمنظمات الاعمال، واستراتيجية المنظمة وحيدة النشاط؟ يا دكتور ده في فرق ونص عظيم. تكتب اجابة السؤال الاولاني والتاني واجابة سؤال التكليف بخط ايديك في ورقة مستقلة، لان كل الاجابات بتاعت كل محاضرة هتجمعها لي حتى المحاضرة الاخيرة، وهنقول لحضرتك هتعمل فيها ايه. وفي النهاية شكرا لمن سمع، وشكرا لمن نوى، وشكرا لمن عزم، وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.